كعبته الأهلي كبير وعظيم ومشرف للكرة المصرية والأفريقية، انطلاقة مبهرة في مونديال الأندية. ولسه الأهلي النهاردة كسب أوكلاند بثلاثية نظيفة، فوز صحيح متوقع ومنطقي، بس الأداء هو اللي يبسط بصحيح. أداء تكتيكي كبير لمارسيل كولر اللي بيحافظ على سجله ناصع البياض منذ تولي مسؤولية الأهلي، وأداء كل اللاعبين كان رائع، من الشناوي ومعلول وهاني لديانج وفتحي والشحات وحتى البدلاء تاو كهربا. فوز النهاردة حلو وممتع ومشرف، بس ده بداية المشوار اللي هيبدأ بجد يوم السبت قدام سياتل الأمريكي. مستنيين نفس الأداء والجدية من غير تفكير في الريال، وإن شاء الله الصعود في المتناول. قولوا يا رب.